طيب يلي في عدسات بلاقي مكتوب عليها رقمين زي هاي 28 300 ملم وفي عدسات بلاقي عليها رقم واحد بس 50 ملم مثلا هاي عدسه جدا مشهوره من اسمها حبيبي 28 300 المقصود فيها اللي هي عدسه بعدها الباور متغير تقدر انت تبلش ب 28 300 بعدين تعمل زوم اكثر ل 50 70 100 135 200 بعدين 300 عدسه ال 50 ملي اللي عليها رقم واحد خلص بعدها الباور الثابت يعني اذا انت بدك تقرب على المنتج اللي بدك تصوره فيزيائيا بدك تمسك الكاميرا وتقربها من المنتج او تبعدها بغض النظر يعني هذا النوع من العدسات بنطلق عليه مصطلح مصطلح برايم لينسز اللي هي العدسه ذات البعد البؤري الثابت والعدسات البعد البؤري متغير بنسميها زوم لينسز طيب ليش يا انا بدي اشتري برايم لينس طيب ما هاي خلص هاي فيها 50 ميلي وفيها 28 وفيها مليون رقم ليش اغلب حالي واشتري بس عدسه واحده فيها بس 50 ملي مش راح تغلبني هو في خيارين بس فيهم زياده حبيبي لانه هاي الشركات بدها تربح ولا اخر الخيار الاول اللي هو فتحه العدسه بتكون بعدسات البرايم اوسع بكثير من العدسات الزوم يا شو هي فتحه العدسه راح نشرح عنها بالتفصيل بعدين لكن هي الخيار اللي بالكاميرا او بالعدسه اللي بتحكم بعزل الخلفيه شايفين الخلفيه وراي كيف كثير بلوري واوت اوف فوكس هذا بسبب اني انا عم بصور على عدسه برايم ال50 ملي فتحتها 1.2 لكن انا لو بدي اصور هذا المنظر هذا المشهد بعدسة زوم هاي الفتحة فيها تقريبا 3.5 ل 5.6 فما راح تعطينا عزل بالخلفية زي عدسة البرايم اللي هون موجودة طب هذا هو الفرق الشاسع يا مشان هيك ادفع مصاري صراحة اه يعني هو الشركات بدها تربح ما راح تعطيك عزل خرافي مع عدسة زوم الا بسعر عالي ففي عدسات زوم بفتحات عدسة واسعة زي السوني 2470 اظن 2.8 هاي عدسة فيها زوم وايد لنورمال وفتحه العدسه فيها واسعه لكن سعرها عالي جدا فبدك تنتبه انه هاي الشركات بدها تربح ممكن تزودك بعدسه زوم وفيها الفتحه واسعه لكن سعرها عالي او تعطيك زوم من غير فتحه واسعه وبسعرها مقبول وبعدسه ثانيه فتحتها واسعه جدا لكن برايم ما بتقدر تعمل فيها زوم والى اخره، فقلي طيب وما في فروقات ثانيه لهالدرجه الناس ميتة على البرايم، في فروقات ثانيه لكن جدا جدا دقيقه الا المحترفين بينتبهوا لها، واحده منهم اللي هي ظاهره الكروماتيك ابريشن او الفرينجينج، عدا عن شغلات ثانيه مثل الحده او الشاربنس بعدسات البرايم بيكون اعلى بكثير من العدسات الزوم، صراحه بعيني ما شفت فرق جدا شاسع بينهم الا لما تعمل زوم وتشوف تفاصيل الصوره، فالدقه فعلا بتكون اعلى على البرايم، لكن مش هذا الاشي اللي بيستاهل إن ادفع عليه المبلغ، خصوصا اذا شغلك للسوشيال ميديا انتبه، فقط اشتريها اذا انت محتاج فتحات عدسه واسعه وبتحتاج تعزل الخلفيه بشغلك او بصورك